خيروني بهالحياة إنه حياتي ولا حياة إخواتي أو ضفر من إخواتي، بيقولوا لا حياتي تنتهي وإخواتي يضلوا. عندي إخواتي كل شيء، لأنه أنا فقدت أخ بطريقة بشعة كتير، وبتمنى ما تنعاد أنا عايش، بتمنى. بوقت فقدنا أخي بأول الأزمة أنا حسيت إنه الكرة الأرضية وقفت عن الدوران فعلاً. كان وقتها يعني أنا لا أؤمن بشيء إنه اسمه نهاية الحياة أو نهاية يعني إنه واحد ينتحر أو وقفت الحياة أو هذا، أنا ما بؤمن، على طول شخص متفائل. بس وقت منا حسيت فعلاً إنه الكرة الأرضية وقفت عن الدوران بفقدي لأخي. كان موضوع يعني أنا بقول لك يمكن أكثر شيء صادفني بحياتي وتفقدت أخي، يعني كان حدث لا حول ولا قوة إلا بالله، وخاصة إنه نحن أذينا أذى فيه. يعني هو أخي صغير وكان يعني ما له أعداء، ما حدا يعني لا من إخواته ولا من قريب ولا من بعيد، وفورا هيك فجأة فقدنا. كان حدث كتير 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 كبير عنا. بقى هلا نحن بإذن الله متكاتفين، نحن البقية اللي ضلينا متكاتفين بشكل إنه يعني بطريقة إنه ما نفرط ببعضنا ولا بموقف ولا شيء. أكيد نحن مثل أي إخوات نختلف، نتخانق، منعيط كذا، بس آخر الموضوع المفروض إنه خلص صافي يا لبن، ما يضل في خلاف بيناتنا. يعني ننام على المخدة ونحن إخوات، نحن عائلة مثل كل هالعيال، لا بد ما يصير هيك إشكاليات. بس مثل ما قلت يعني إنه المفروض نحن نضلنا يعني نختلف. بيصير مثلا شوشرات من برا، بتعرفي قصص نسوان، قصص اولاد، قصص كذا، بس بالاخير لازم يحق الحق. يعني بالاخير بنتفق، الحمد لله نحن عندنا لغه النقاش، بنتناقش، بنتعايط مثلنا مثل اي عائله ثانيه، بس بالاخير بنضلنا يعني بنتفق، بالاخير بدنا نتفق. ونحن عندنا اخي الكبير الحمد لله، هو هلا كبيرنا وكبير عائلتنا وبركتنا كلياتها، بنسمع كلمته اخر اليوم، اخر النقاش، اخر كذا، يعني هو الامر الناهي بالقصه كلها. بتعايط مثلنا مثل اي اخ، بس الحلاوه بالموضوع انه مثلا بعض احيان انا بكون معصب، يعني انا بكون معصب، بكون هو معه الحق بس بيستوعبني، هو بصير بيرضيني. يعني ما انه والله انه الحق معه هو لازم انه يكون لازم الاعلى، لا لا، بيشوفني انا معصب بيستوعبني. بعد ما تروح العصبيه او تروح الشغله بتلاقي هو لحاله اجى، شو عرفت غلطك، عرفت كذا، هو لحاله بتلاقي رد رجع بقول له اي والله حقك علي، انا بعتذر، انا كذا. الاولاد بتتربى لحالها، بس يشوفني انا ابن اخي او ابني شلون بعامل انا اخي، إجباري بدي أفرض الاحترام عليه. يعني أنا ابني ما بقدر بعلمه شغلة أنا فاقدها، يعني كمقولة فاقد الشيء لا يعطيه. يعني أنا إذا لقاني أنا ما بقدر أخي الكبير أو أخي الصغير ما بيقدرني، أو أنا ما بقدر أخي الصغير، أكيد ابني وابن أخيها بيطلع ما يقدرنا نحن، ولا بيقدر أخوه ولا بيقدر عمه. يعني أنا إذا ما بحترم أخي الكبير معناتها ابني ما بيحترم عمه. بقى هي كلها زراعة، يعني بتزرعي طيب بيطلع طيب، بتزرعي خبيث أكيد بيطلع خبيث.